في حلقة أخيرة وحلقة نهائية من نهائي دوري الأبطال ورد فعل أخير من فاينل الشامبيونز ليج، والرزيعة موجودين والقعدة الحلوة موجودة معانا يا جماعة، ناس عدد مهول النهاردة في النهائي. سلمى، أحمد، عصام، عبد الرحمن، محمد، منور الدنيا منور الدنيا، عم نادر، سمير، عمر، خالد، بشرو، وعم جو. توقعات سريعا والميول مع التوقعات. 3-1 للسيتي إن شاء الله. ميول سيتي اكيد. ما لا ما ممكن تكون كده وكده. نفسي انتر بس السيتي هيكسب 4. تمام. مش فارق معايا بس متوقع ان السيتي هيكسب. يعني انت بتشجع مين؟ انتر. انا عايز انتر يكسب، مش بشجع بس عايزها تكسب. وانت؟ لا انا تمام، يعني اصل شجعنا الغلابه كتير مع احترامي ليك يعني واتحرق دمنا يعني. فانا مش هتمسك بالانتر قوي. لا لا اصل شجعت الغلابه كلهم والله، شجعت دورتموند في الاخر وما كسبوش. بس عشان انت رايح بهجمه دلوقتي فيعني ايه؟ عدل بسرعه. يلا يا استاذ اتفضل. 3-1 السيتي بس بشجع انتر. استاذ احمد عصام اتفضل من عندك. 5-0 للسيتي. شجع جوارديولا. ده انت محدد. والله جارث بيل برضو. مدام سلمى تتفضل. 3-1 للسيتي وعايزه جوارديولا يخلص ويكسبها عشان يسيبنا بقى في حالنا السنه الجايه. تحب تسمع حاجه معينه في اخر الحلقه؟ انا معايا مايك بس انا متوقع ضربات جزاء انتر. اللي ما شافش حلقه الجمهور في ايه؟ انت توقعك ايه صحيح؟ 3-0 للسيتي. طبعا بنفكركم يا رزيع الحلقه اللي بتاتيكم برعايه كلير، شامبو رقم واحد في مصر وفي العالم ضد القشره. اكيد استخدموا برومو كود دلوقتي سري 20، تقدروا تستخدموا خصم 20% على منتج كلير دلوقتي على ابلكيشن بريدفاست. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه حاج في ايه؟ هم لازم يضربوا يا باشا. الولا ما يجيش يا كابتن عمر. الولا برناردو حالق حالق ومتحنتف عشان ايه؟ صوره الكاس. احكيلهم قصه برناردو. ما يجيش يا كابتن عمر. باشا باشا خلاص بقى عرفناها من الرياكشن اللي فات. انت كل مره هتزله كان في الاسانسير ونزل دور قبليك. احنا بنقول بس عشان ايه؟ فاهم. جنبه جاي واحده يا جوه. اوعى اوعى يا اولاد. ده مين ستونز ده؟ ماشي ولا اي حاجه. لسه عايز سنه كمان دي عشان يشوط. انا حاسس ان هو ماتش ودي في امريكا من الاجواء كده. بص والله الملعب مديك الاحساس ان انت بتلعب في الناس اللي بره جينيس ريكورد. برناردو الله يا جماعه صعب قوي ماتش بلاي ستيشن صعب. طب جوارديولا هيعمل ايه لو انت بجد؟ هنكمل وفاء هيصرف له يجي 500 مليون صفقات. والله العظيم لا هينزل. انت فاهم بقى؟ والله انا عشان كده عايزاه يكسب. انا حاسه لو خسر بجد بس هو فعلا لو خسر هنشوف في اشكال على النت. مش هيرحم عمر. نص الملعب فاضي. شوت يلا. ايه ده؟ شوت يلا. اوعى الكنافه دي ماركو طويلة وعالية. يا لهوي. انتوا فاهمين قد ايه احنا عطشانين للانتر يا جماعة؟ الكرة العرضية بنقول ايه؟ يعني يو. بس جمهور الانتر جماعة احنا طبعا يا جماعة الناس بس جمهور السيتي والله على راسنا. احنا بس بيبقى تعاطف مع الاندر دوج. مين جمهور؟ يعني اسف يعني بتكلم عن شخص سيتي. ايه؟ لا خلاص كنت معاك. لا سيبها له بعيد عشان نشوف. بتوه والله مين جمهور السيتي. يا ريت جمهور السيتي يفرجوا هم فين. هو يا بخت جمهور السيتي. انا قاعدة بقول يعني اللي بيشجع السيتي. يا بخت جمهور السيتي انا بحسده. والله الكابتن لا سلطان. والله بقول لك ايه معلش يا مروان. يا بخت والله انا بحسده. ايه ده؟ ايه ده؟ جميل قال يا ادير الثناوي بسم الله الله عليك وعلى الله العظيم اشم رائحة نهائي. بص اوعى ومش في حاجة في الملعب؟ انا فاكر في حد واقع ولا حاجة. لا هو كده بيفني يعني. ده بجد والله بلعب برجليه بقى يا كابتن. حلو اقسم بالله الواد ده عنده عرق متخلف والله العظيم. اورتيجا اللي على الدكه احسن منه. لا لا متخلف والله على اللي انت عايزه يا عم. لا مش الدرجه والله يا باشا. ياخد فرصته واتفرج عليه. اورتيجا وبيجيبوا مش عارف ليه بيجيبوا الناس يعني. ما يجيبوا جول محترم بجد. شوف بقى الكورنر ده وانت شفته. الراجل ده لعب 6 ماتشات جاب 6 جول. شوف الكورنر ده. ايه ده؟ فيها ولا ايه؟ هو فيها كابتن ايدرسون بالله عليك. انذار حكمنا. فاول حكمنا ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. متوترين جدا. متوترين لا هي اللعبتين فيها حاجه غلط اصلا. طب انا عايز اسال سؤال. هو ليه تغيير ووكر يا جدعان؟ ممكن عنده اصابه؟ ماشي. مش فاتيه يعني. يا ابن الايه؟ يا ولد يا درميان. يعني ازاي يا جماعه برضه اللعيبه دي بتروح ايطاليا بتختلف ليه كده؟ كلمه يا ولد يا درميان دي غلط اصلا. بص بقى دي ماركو. بس هيعمل كروس على طول. ليس له اي معنى. ماشي. يلا. طب مش كورنر. اضرب يا انتر. هم بيلعبوا على كده. والله العظيم شكلهم يعملوا ايه؟ اوبا. كابتن مارشينياك. الحقنا يا كابتن. ايه ده مش فاهم. انت ازاي؟ شكرا كوتش. انت ازاي؟ كابتن مارشينياك. انا موقف بالغ الخطوره.
الحقنا يا كابتن مارك. انا مخي بالغ الخطوره. مارتشينياك تسمح لي اسالك سؤال واستفزك؟ انت المايكات دي بتهبله، بص ركز كده، كل ما يمسك المايك ده بيتجنن. واخرج ما بداخلك. هو كان نفسه يطلع مراسل. مش نادي سيف الدين وعفة الشربيني. ايه ده يا ابن اللعيبة باريلا، والله العظيم احب العنف. يا جماعة ده نهائي يا جماعة. جدع على جندوجان، يلا يخرب بيتك. عمل اسيست، اتزنق راحت. اوبو خلاص، ما تبعت ترجعهاش للمتخلف ده. مستوى صعب النهائي يا جماعة. سيدي ما بيلعبش نهائي. والله بقول لك سيدي، والله مش منظر نهائي بالنسبه لهم خالص. ما توجهليش المايك، انا لا انا بدردش معاك. سمعته عشان كله يا اخي سمعته. قطعت. حلوه يالا. لو انت تجيب جون بقى عشان الماتش يسخن يا ريت. شوت بقى اي حاجه يالا. حلوه لو طار سيبها له يا راجل. ادي بقى الحاجات بقى بتاعتك. حرام عليك، شامم كله ريحته انتر. لا يعني تعاطف برضه مع الماتش. احلى انا حاسس ان انا قاعد في يعني عقر ايطاليا. حواري ميلانو. انتر برضو يا وائل. يا مسهلله دي والله. انا اصلا عندي عضويه مانشستر سيتي. بسمه انت عضو في مانشستر كله موضوع. ما شاء الله كل اللي قاعد ده السيتي ضربه اصلا. بالظبط، ما انا كنت لسه هقول لك كل اللي قاعد ده السيتي ضربه. يا هالاند ايه ده؟ اوعى تقي يا عم الحسن. يا عم كيفن في ايه؟ هو مقرر برضه يعني. سلوات سنة ده احنا قررنا على هالاند كيفن اللي وقع ازاي يعني؟ عشان ما تكملهمش يعني. بص اللي بيعملها يلا يعني. جدع على دياز يا ولي، رجع للجون ده، اديله اسيست شكله. لو الانتر جاب جون زيكو فعلا مش قادر يتمشى. لا ما هالاندوش العبط ده. ايه ده؟ لا السيتي في حاجة غلط يعني. يا عيني عليك، ده ايه النومة دي؟ واحدة جول خلاص. يا لهوي، ادي يا كباتن السيتي. السيتي يود ماشي يعني. هالاند على الاقل مركز. يلا ده وش كده حلو. بتمزح يا فكره. في بروين وحش. بروين بقى ثلاث ماتشات وحش. ده سيناريوهات تشيلسي ايه؟ لا يا عم يا ولا يا هالاند مش قوي. اخيرا هلبس تيشيرت ويكسب في الرياكشن. لا هو كيفن يا ريت تتبدل عشان نشوف الكلام في عشان هي كده شحرت معايا. كان انا قاري المشهد. انا قاري المشهد يعني خلاص، مش لازم تعمل حاجه غصب عنك يعني. لا احمر قوي. هي تبقى رخمه قوي ان السيتي يكسب برضه بعد كل الكلام ده. ما ده الحياة بقى. ده السيناريو المعتاد. خلي بالك السيتي فعلا راح اخطر بكتير يعني. الانتر كل ده كان على ادرسن يعني. الكوره قالش اصلا اللي راح. هو بس يعرف عشوائي الماتش. خلي السيتي مش عارف يلعب كده بمزاج كده. بالظبط. ايوه هو بيخلي هو بالعكس. انا بوظت لك ان انت تعمل يا استاذ روبن. بس هو بيلعب سيتي بطريقته. لو هو بس انا حلو مش مدخله ضربات جزاء خالص. بعد صفر. ولو خطف ممكن يخطف. بالظبط والله. اسكت وصله من البلمات. ازاي يخطف ايه كورنر؟ مش هيسكت وصله من البلمات. اوفر هجمه مرتده. في مليون حاجه ممكن يخطف. بس في لكاكه بره. كرة ثابته. هو اللكاكه ده والله. اللكاكه. اللكاكه ده هينزل النهارده يعمل حاجه. اضربه اضربه يا جاك. ايه ده هو اللي نط. ايه ده هو اللي نط والله. سعيد نط الرابع. بس هو اتضرب عشان نزل بسيه مش يعني. هو اتضرب برضه يعني الصراحه عشان ما كنتش. هو انت من الافاعي قوي. انا لا مش من الافاعي والله اطلاق خالص والله. بص مش هنعمل ده. انا حكيت لك القصه الحزينه. حلوه دي قوي. حلوه دي قوي. واحده هنرفع تاني. ما عادش يقدر يقول له يعمل ايه دلوقتي في مخه. والله هو مش عارف هيعمل ايه. طيب بص هنج. والله بجد احمد توفيق. انا اعمل ايه؟ طيب انا اعمل ايه؟ قال لك احمد توفيق. لا بس والله شوط ممتاز من انتر جدا. بس لا شوط ورا ممتاز من انتر. لا هو ده يا اسطى ما ينفعش غير كده. على فكره كان والله في فرصتين انتر لو راحوا بيهم صح جون. مفيش امكانيات يعني. بيلعبهم بالطريقه اللي هو فعلا يكسب بيها. جيكو ده 37 سنه يا جدعان. 37 سنه يعني مش هقول لك ايه. والله برافو انتر بيطلعوا بالكوره. تعال نحط بقى صوره جيكو بقى دلوقتي اقول لك ماي جوت ات 37 واجيب لك سيرته في فاينل تشامبيونز ليج. يعني والله انتر محتاج حد يكون بس عنده فكره عن الهجوم. عنده فكره عن الكوره قدام. طب والله الولاد لوكاكو لو نزل هيبقى ليه دور. يا من نفس اللي بيعمله. الحمد لله الحمد لله. يا هالاند ليه يا هالاند تايكوندو حفظ هو لسه انزاجي مبسوط عمالين نحكي في طبعا. والله حافظ ان هو هيلعب الكوره اللي هيلعبها على مزاجه مبوخه. شكرا لي يا زميل الكابتن سيمون مارتشينياك. شكلها فيها بتايز. شكلها فيها بتايز. فيها بتايز كتير. ده فيها توكت حزام على كل واحده درج لوحده. ماشي ادفع خد
عودة إلى النصف الآخر من الكوكب. سلمى كانت بتسأل سؤال، اتفضلي يا استاذ سلمى. في اي توقعات اتغيرت؟ اه عادي جدا. الخمسات وكده لسه؟ لا دي اتلغت اصلا، دي اتلغت من اول ربع ساعه. دلل الخمسه. لا دلل الخمسه ولسه انا متمسك بيها. وابو اربعه. انا بقول لك ده ابو اربعه وانا ابو ثلاثه. انا هقول لهم اثنين مثلا. لا انا قلت اثنين واحد بس ما اعتقدش الانتر راح يسجل. قال لك في الجمهور ضربات جزاء. فين يالا انت صايع يالا؟ هو انت ما قلت سمعتك وحشه ليه في الجمهور؟ انتر ضربات جزاء. بتقول حاجات في الجمهور اه. هو اللي بيقول بيتكلم عليه. انت جاي لي ليه؟ هو اي منكش. انا حاسك مهموم كده بالمباراه بشكل توقعك كام سعيد؟ ممكن لو تقول 1-0. ايه؟ 1-0 لمين؟ للانتر. لمين؟ للانتر. ان شاء الله تبقى سيف. يا لهوي اوبا اوبا والنبي والنبي هياخدوا على العصر. بص هيفضل يرجع لحد الستة. ما خلت تلعب وحش قوي قوي. قافلين قافلين. هدوء تاني يا هدوء. لا 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 الله طلعوا جرعة جرعة مش ممكن. برافو حلو. هو مستنيها تيجي دلوقتي. اه لعن نفسه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انذار ده حكام. بس هو لحد دلوقتي يا جماعه ما طلعش انذار واحد ولا واحد. كابتن مارتشينياك والله والله الله يلا يا عم دي ماركو البريلا بريلا بريلا اداله واحدة من تحت كده. ايه ده قلب اه ده قلب يا كابتن مارتشينياك بيقلب الضرب يا نار. قلب ترير رامبل يا كابتن ممدوح. انا احب الكلام ده. عايز ماتش الاحزان والله كله. يلا هو ده الفاينل. بس كون ان هم ستي عملوا اللي عليهم بصراحة وانا مش عايز منهم حاجة. شوت يلا يا ستونز واحدة. الله 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 بص يلا يا جوندو جنب بتلعبوها بره ليه؟ هو ايه اللي عمله؟ هو ايه اللي عمله ستونز ده اصلا؟ هو ازاي ده ستونز بجد والله؟ شوت انت بقى يا باشا بقى. متخمس بروين النهارده عشان فكرت كده. ستونز يشوط عامة. بس بيعمل كل حاجة. ايه ده؟ مفيش حاجة. مش هكمل كمل. ودي ما فيهاش حاجة. قوي لا 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 دي ما فيهاش حاجة. لا 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 يا عم بقى. المباراة بقت ساخنة على صفيح ساخن. ساخنة على صفيح ساخن. حلو ده حلو. وخلي بالك ما تقدرش تتوقع لغاية الدقيقة. صحيح يا كابتن صحيح الكرة علمتنا كده. الكرة علمتنا كده اه صحيح. يا جماعة فين الفاول بس؟ ايه في فاول؟ لا 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 بترمي نفسها كتير قوي الصراحه. مش ده الحكم بتاعها بيهدوا ريتم اللعب. كابتن مارتشينياك براحته. يلا لو تاروا واحده واحده اه بس كانت جول. هي عايزه واحده كده. عايزه واحده تيجي في ايد حد يبقى بيلن. هو مش اكتر من يعني هو الحل الوحيد يعني حتى الواحده اللي بنقول عليها دي مش تيجي لوحدها كده. هيغلط اضغط مش ممكن يا جماعه. طب وليه ليه يا جماعه؟ طب انتوا بذمتكم الجرأه اللي بيلعبوا بيها دي؟ اه الجرأه جامده قوي. مين اللي وقع ده؟ بس الشوط الثاني احسن بكتير. ايوه هم جيكو اللي وقع. دبابه يا نهار اسود. قلب واحد قلب واحد خالص اهي. حادثه على الدايري. يا لهوي. لا لا بس بقول لك ايه، محتاج يفوق معانا كده شويه. مين يا باشا؟ لو راحت دمفرس معانا معانا محتاج يتشطر في الكروسات زي دي ماركو. يا لهوي يا جماعه مش الكوره اتحركت؟ يا مستني يا ديسون. بص يا عم الواحد لازم يا لهوي ازاي يا نهار ابيض يا راجل ما بيتش ورا اهي. لعب لبره يا اخي. يا خالص كان هو بص وشايف. يا لهوي يا لهوي عايز يدوس الاجازه. شفتوا ايه على الدنيا؟ بس لو الانتر حط جون يا كابتن بقى المباراه تحلو. باشا لو الانتر جاب جون خلصت. والله الانتر لا ما خلصتش. خلصت. لو السيتي حط جون خلصت. هم نفسيا لو السيتي لو انتر حط جون هيغير. طبعا خلصت لو الانتر جاب جون. بس لو السيتي حط جون هيحسوا برضه ان عملنا كل ده وبرضه فاهم؟ حلوه يا بيرناردو ولا حاجه. هالاند سلم وجهي. يا نهار ابيض يا ابني ده. يا جماعه هو في حاجه في الايديت في لعيبه السيتي؟ لا في حاجه غلط. في حاجه غلط والله. يا هالاند ده حبيبي والله العظيم نفسيا. ولوكاكو عمال يدي لوكاكو واقف هنا عمال يدي وعود انه هيجري يعني. يعني اللي هو لعبوا لي على اعتبار انه هيجري. يا ولد بقول لك مقفوش قفشه النهارده. هالاند مبسوط بانتر انبساط جدا. اشكرك انك فعلا بقى ايه اهو برناردو انت قلت بقى دلوقتي على فكره حتى لو لبسوا جون لعبوا ماتش حلو. مش متهجس خالص. يلا يا ستون. ايه اللي حصل؟ ايه القرف ده؟ كنزه يا جماعه برضه ما شاء الله مش هيبقى باستوني انتصف التوقيت سعد جماعه الله العظيم. اه هالاند 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 هوب. لا يا جدعان بص يا ولد رجاله رجاله هو لقاها بس تمام يعني رجاله من الالف للياء. هاند بول حط في الجون. ايوه ايوه
انتوا فريق مستفز يا ابن اللعيبه. هي انا يا رودري جراي. انا لو اتكلمت يا كابتن انا راجل اللي بيقولك ما شجعش السيتي. سعروه عيني بس. انت ايه ده؟ انت سيتي جدا يا اخي. احمر اكتر من دي بروين من برشلونه. اظن بان كل حاجه جواه طبعا جدا. زلم يا سعيد وعيدها تاني وهو بيقول اه يا ابن اللعيبه. بس كده نقدر نقول ان هيفتحوا خطوطهم. هنشوف مره ثانيه. بص هنبدا يا ابن اللعيبه. حاططها في الزاويه الوحيده اللي ينفع تيجي فيها. صح. ايه ده؟ ايه الذكاء ده؟ بقى كل الناس الوايت بيبو ايه ده؟ احسن لاعب في السيزون. يلا يا عم. ايه ده؟ الحاج ده هيروح فرحة الرجل الابيض دلوقتي. انت برضه ستساوي قوي يا بشرى. جوارديولا انا بحب جوارديولا عشان برشلونه. الناس اللي بتحب جوارديولا نفس الكلام. ستساوي جوارديولا كتالوني لو خزقوا عيوني يعني. افضل لاعب اجويرو. الصفحات بتاعت السراج مع 5000 لايك لميسي والحاجات دي بقى اللي جوه بقى برشلونه جوه فاهم؟ البلد برشلونه البلد. لكاكا لكاكا يا حلو يا حلو. ده سم القفعة نازل من بقك يا جماعة. يا لهوي تاني مرة اعملها لك ياك. ده انا عارف لك ياك. ده مش قلق من العجول. الحمد لله كابتن احمد ربنا نصرنا. انا بقول لك والله الولد اكانجي جاله هبوط. ما فيهاش حاجة. ما فيهاش حاجة. ما فيهاش حاجة. ما فيهاش حاجة اصلا. اكانجي وحش قوي. جايزة اوسخ لاعب في المباراة. عارف ووكر وقعد بره احسن. ايوه عمل هنيدي كده. لا ووكر وقعد بره احسن فعلا. هو نفسه احسن مش يا ريت عمل اسيست الاسيست. ايوه الله يكرمك. يا جدعان الله يكرمك. يا جدعان الحمد لله من غير فتي. صح ايه ده صح. ما هو هيلعب. هو هيلعب على الدكه من الاول بقى. لا بس يمكن هو كان جاهز. هو مصاب بس لسه. ما يمكن ما كانش ينفع يبدا بيه يعني. هو مش عايز يبدا. مش هينفع يلعب 90 دقيقه يا جماعه. قفشته الماتش ده. عايز الولا الفاريز. ده حلاب ويعرف يتسرسب. اوعى الرودري. اوعى يجري منك. بالظبط يا كابتن رودري. ولا فيها اي حاجه. قوم يا كابتن. صح يا كابتن مارتشينياك. لا رودري فاق. حلوة. جاب جون وفاق. السيتي يخرب عقلك. تمام. حلوه. غلط ان ايرلينج هالاند. شفت هالاند عامل ايه؟ يا ساتر كانت عايزه فوق دي. كانت عايزه فوق دي يا دين. نزلته ليه كان خلص. بص لو يا ابني كنت خلصتني من الماتش ده ومشيت. كان هي ممكن ما يستناش التتويج. كان هروح خلاص. يا جريش. حط لك بعيده. يا احلى لعيبه. طلعها. لا طلعها يا بيب. رجعها. ما رضاش يشوف. بصوا يعني بصوا اديها له تاني يعني. على كل الهيصه دي في السيتي يكسب 1-0. على كل الكلام اللي الناس عماله تقول بقى الشهر اللي فات ده كله كلامك يا حبيبي. كلام غير الكلام ده. ولا اي حاجه. في لسه واقفين ثلاثه برضه. في يا كابتن مالك مش هتكسبه في الاخر. بص الاستحواذ دلوقتي. بوم. يا لوكاكو لكاكا. يا لوكاكو الكل. مبلول يا جدعان. مبلول. لا مبلول. قدر ولا طب. يا لهوي. قدر ولا طب. مش ممكن. هو ايه يا جماعه اللي حصل؟ ايدرسون يا عم الكابتن على ايدرسون فين؟ الكوره بتاع فرنسا في كاس العالم. استنى عشان دي جول. استنى عشان دي جول. استنى عشان دي جول. مين كان عايز اورتيجا؟ مش ممكن يا جماعه. لا بس هو حطها في نص الكوره. الراجل جابها. الراجل جابها. بص بص بص. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ هو فيه هو ولا حمار؟ ثبات انفعالي ولا مش ثبات انفعالي؟ ثبات انفعالي. ما عملش حاجة. الخال ده أصلا. إيه ده؟ قال لك إيه ده؟ يا لوكاكو يا كلب. مبروك مبروك السيد. أشكرك يا جماعة. إيه ده بجد والله العظيم. خلي بالك. دي ماركو. خلي بالك. عرضيه شو وهوبا يا راجل. حلوة 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 يا باريلا. حلوة يا باريلا يا ابني. جميلة والله. زعلش ابدا يا باريلا. ما تعيطش ما تعيطش. انت لعيب كبير. خلاص الماتش بدري ونجيب بيتز ونحتفل. واللي مش لازم مش هنجيب بتاعي. مروان مش هنجيب بتاعي. سوري انا عايز واحد سي فود. لا الراجل قال لك اي حد يكسب الا اي حد. عايز واحد سي فود. حتى انا هجيب مع ضبط. كنت بنخشه كده. الثلاثيه الثلاثيه. هو احمد كمال قال لك انا الوحيد اللي هوقفه؟ لا 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 يا ولد يا ايدرسون
يا ولد يا ايدرسون حسيته مش عارف يجيبها من لوكاكو والله مش ده 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 قفاز الاجاده مش ما لازم يطلع يعمل كده يا جدعان مع ايه ده النهارده صعبين واحده بتاعت لو طارو والثانيه بتاعت لو طارو لو طارو بس دي الثانيه دي كده بصراحه يعني هو شال لو طارو بس بتاعت لو طارو دي جابها من لو طارو ثاني ما تصفر يا حكم الشامبيونز سيتي خلاص خلاص شامبيون سيتي صفر يا مارتشيليان افرح يا مايلو افرح واحدة جميلة هوبا خلاص استنى دي مش قاضي يا ممكن موته اوك عدى في الدماغ ولا خطر زيادة موته بروزو العب يا بروزوفيتش اخر كورة يا جدعان مش العرضية العرضية معدية ولكن كورنر صفر يا حكم صفر يا كابتن مارتشينياك باللعبة جوارديولا على الخط مش متعصب زي زياد يلا يا مخسر ده جاي عايز يقول لك حد السيان ولا ايه بقى من تورزين وتلت احنا زين لتلت ما جبناش في نص لسه بصوا ونانا هيجيبها يا ابن اللعيبة يا لهوي يا جدعان مش ممكن طلعت صح يا ولا مبروك يا سلام اجري يا حجه اجري يا حجه شفت ادرسون في الكره الاخيره مبروك الله يخليك مبروك يا مبروك كابتن علي لا سلام على سياد بس مبروك يا كابتن انتوا دمكم سلام مبروك يا صاحبي ايش بالله مبروك يا عم مبروك يا عم شكرا جريليش عنده مشاعر واحاسيسه بيعاين بس انتر يحترم يا جماعه والله العظيم والله العظيم لا ماتش يعني ساعه انتر والمحمود كنافه مبروك يا جماعه جمهور السيتي مايلو جاي يحتفل معاه مبروك جمهور السيتي وهارد لك لجمهور الانتر حقيقه عملوا ماتش يا جماعه جمهور جوارديولا بصراحه فوق جبار جوارديولا جمهور جوارديولا يا جماعه حق الراجل هو يستحق تماما ما حدش يقدر يقول مع الهزار بقى والضحك وبتاع الراجل ختم الكوره زي ما بتقولوا وبس يا رزيع خلصت الحكايه اعملوا لايك لو انبسطتوا برياكشن وانبسطتوا بتسويق السيتي هارد لك لجمهور الانتر مره ثانيه ونشوفكم في الموسم القادم رياكشنات مره اخرى لكن بكره عندنا رياكشن محلي اللي مهتم بقى بالقاره الافريقيه الاهلي والوداد نفس القعده ولكن الوجوه مختلفه في منها بالظبط الوجوه مختلفه فعلا لا لا الوجوه مختلفه انا مش جاي لا 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 الاحمر ده لا 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 اجي بكره بلبني لا لا انت لا تعالى عبد لا 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 اعفيني انا رجاله اجله كفايه رز عاوي لحد كده